سور القرآن. سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. سورة الحشر. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 59 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت الحشر لورود الكلمة فيها بالآية الثانية. تاريخ ومكان نزولها. مدنية، نزلت بالمدينة المنورة. ترتيب نزولها. هي الواحدة بعد المئة نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 24، عدد الكلمات 447، عدد الحروف 1913. المحكم والمنسوخ من آياتها. المحكمة 24، المنسوخة لا توجد. مواضيعها. تدور السورة حول غزوة بني النضير، وفيها حديث عن المنافقين المتحالفين مع اليهود، وعن الغزوات والجهاد والفيء والغنائم. ابتدأت بتنزيه الله وتمجيده، ثم ذكرت بعض مظاهر قدرته وعزته من خلال إجلاء اليهود من ديارهم مع ما كانوا عليه من منعة. تطرقت السورة إلى موضوع الفيء والغنيمة، وبينت شروطهما وأحكامهما. تحدثت عن المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثناء، وذكرت مقابلهم المنافقين الذين تحالفوا مع اليهود ضد الإسلام، وأردفت ذلك بالوعظ وذكر يوم الحساب. وختمت السورة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وتنزيهه عن صفات النقص.